تقرير كامبل بانرمان يقول إن الحضارة الأوروبية آيلة للسقوط. الحضارة الأوروبية الغربية القائمة على الفرد والقائمة على الاستعمار والقائمة على المادة آيلة للسقوط، لأنها تفتقر إلى الروح، إلى روح الحضارة وإلى روح العقيدة. وإن المنطقة أو الأمة المؤهلة لتحل محلها والحضارة التي المؤهلة لتحل محلها هي الحضارة الإسلامية، لما لها من دين واحد ولغة واحدة وتاريخ واحد وثروات بشرية وطبيعية هائلة. ولكي نحول دون ذلك علينا أن نزرع شرق قناة السويس شعبا عدوا لهم صديقا لنا، وهذا ما وقع. هذا ما وقع، وزرعوا الاحتلال، زرعوا الاستعمار، زرعوا الإسرائيل لكي تعمل على بقاء هذه المنطقة وهذه الأمة مجزأة متأخرة متناحرة.